القصة دي مرتبطة بذكرياتنا وطفولتنا ومحبتنا وغرامنا بشخصيات كانت بتعلمنا واحنا عارفين انها مش حقيقية، شخصيات عالم سمسم، لكن كان في من ضمنها شخصيات بتظهر حقيقية ومن اهمها عم جرجس. عم جرجس اللي كان دايما رفيق لينا في رحلتنا نعمل ايه وما نعملش ايه. صورته في المترو، ده عم جرجس صورته في المترو وقفت ناس قدامها كتير، ياه انت فين دلوقتي يا عم جرجس؟ اخبارك ايه؟ عملت ايه بعد ما سبت عالم سمسم؟ الصورة كانت مهمة جدا، وطبعا احنا فاكرين المقولة اللي كانت بتتقاله اكتر حاجة وهي وبعدين ايه اللي حصل بعد كده يا عم جرجس؟ عم جرجس راجع للساحة مرة تانية وهو الفنان صبري اسكندر، لينا معاه اسئلة علشان نعرف هو فين؟ طمنا عليك، اخبارك ايه يا عم جرجس؟ الفنان صبري اسكندر مساء الخير عليك من حديث القاهره. اهلا وسهلا بيكي. كل سنه وانت طيب. وانت بالف صحه وسعاده، ربنا يفرح قلبك تعيش. يا رب اعياد خير ودايما يطل علينا صوتك وطمنتك علينا كلنا وعلى كل المصريين. فينك؟ الناس عايز تطمن. انا الحقيقه موجود اهو، انا معاك اهو. طيب فينك من بعد عالم سمسم؟ رحت فين؟ عملت ايه؟ بعد عالم سمسم انا عملت حاجات بسيطه يعني، يمكن بس عملت مسرح وعملت برضو بعض المسلسلات البسيطة كده، وعملت كم فيلم صغيرين يعني كده، بس مش كده. بس أنا حقيقة عملت بمسرح، وقفت ناس عمالقة قدام عمالقة يعني، قدام عملاقة الفن العربي كله، الفنانة سميحة أيوب. الله، ده شيء يعني يشرفني إن أنا وقفت قدامها في يوم من الأيام على المسرح، وهي الحقيقة قالت كلمتين في حقي حلوين جدا يعني، تستاهل الدنيا. تعلمت منها كتير قوي، ده يعني حاجة رائعة عملاقة حقيقة. ووقفت مع مجموعة من أروع الفنانين اللي هم أصبحوا فيما بعد عمالقة الفن كله، منهم الموجود ربنا يديله الصحة ويخليه، الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرى، يعني كتير، الفنان محمد سعد العملاق، الشاب العملاق ده، يعني مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. عملنا مسرحية اسمها كعب عالي، كانت طب من آخر حاجة عملتها كانت إيه؟ آخر حاجة عملتها من فترة طويلة قوي كانت مع الفنان عادل إمام، بس شفت بقى؟ شفت بقى إن أنت بقالك كتير مش موجود، بس مش موجود ليه؟ ده السؤال. مش هقول لحضرتك حاجة، أنا ما بعرفش أخبط على البيبان وأقول لهم أنا عايز أشتغل. ما عنديش الموهبة دي. الموهبة دي مش عندي. وأنت أكبر من كده بكتير. أنا أحب أكون يقولوا لي اتفضل. دي بتسعدني وتشرفني، لان هم شافوا مني انا عملت ايه. انا عملت بصمه في الجيل يا استاذ لحد دلوقتي بصمة. احنا ما حدش فينا نسيك يا عم جرجس. طب ربنا يخليك يا رب. انا عملت بصمه، فمش معقول البصمه دي يعني تخبط وتقول يا جماعه شغلوني. انا اذا موجود اللي عايزني يطلب لي اهلا وسهلا، بس هقوم بواجبي واقوم بدوري على. طب وده زعلك؟ نعم الحقيقه ده زعلك، ده مضايقك، لان الصوره اللي الناس تداولتها ليك وانت في المترو بتقول انك شايل جبال على كتفك. الحقيقه يعني انا اسمح لي وسامحني ان انا اقول كده، بس الحقيقه ما حدش هيقدر يقرا الصوره دي غير لما يقول انك شايل كتير. هي كل الناس شايله الهم ده، لكن مين مش شايل هم؟ اكيد هم في اي حاجه، في مشاكل الحياه، في اسره، في مجتمع، في معارف، يعني مشاكل كتيرة الحياة، مليانة مشاكل. بس أنا الحقيقة بقيت ترند غصب عني، خلي بالك أنا مش بمزاجي. طب ده زعلك ولا بسطك الحقيقة يعني؟ لا هقول لك حاجة، الحقيقة أسعدني النتائج بتاعته، إن لقيت مصر كلها بتدور عليا وبتطلبني وبتحبك. عايزين نقابلك، عايزين نقابلك، عايزين نقعد معاك، عايزين نتكلم معاك، عايزين نعمل معاك حديث، عايزين كده يعني كذا قناة وكذا حوار وكذا، ده شيء يعني رجع لي ثقتي في نفسي تاني، يعني خلاني احب ان انا اكون اقول الترند ده جه في مصلحتي. بس عندك رساله تحب تقول لهم عليها؟ ان الناس اللي حبيتك قوي كده واللي مجرد ما شافتك على طول قالت انت فين، انت ليه مش معانا؟ اقول لهم اشكركم على شعوركم الحلو ده، وانا تحت الامر في اي حد من المخرجين الشباب الجديد او المخرجين القدام اللي كانوا في زمني يطلبوني، انا هلبي النداء على طول وهعمل اللي عليا وزياده.